تمهل ولا تعجل، إني موسيقى فلا ترحل. صحتنا سر سعادتنا، بنظافتنا نصبح أفضل. وصحيح الجسم هو الأقوى، ونظيف الوجه هو الأجمل. فاحفظ أثوابك طاهرة، في الملعب كنت أو المحفل. صحتك كنز ذهبي، احفظه لكي تحيا أفضل. يا صاحي تمهل لا تعجل، إني موسيقى فلا ترحل. صحتنا سر سعادتنا، بنظافتنا نصبح أفضل. وصحيح الجسم هو الأقوى، ونظيف الوجه هو الأجمل. فاحفظ أثوابك طاهرة، في الملعب كنت أو المحفل. صحتك كنز ذهبي، احفظه لكي تحيا أفضل. نشيد صحتنا سر سعادتنا. يا صاحي تمهل لا تعجل، إني موسيقى فلا ترحل. صحتنا سر سعادتنا، بنظافتنا تصبح أفضل. وصحيح الجسم هو الأقوى، ونظيف الوجه هو الأجمل. فاحفظ أثوابك طاهرة، في الملعب كنت أو المحفل. صحتك كنز ذهبي، فاحفظه لكي تحيا أفضل. يلا نقرأ مرة كمان مع بعض، وعايزاكم كلكم تحاولوا تقروا معايا عشان نحفظه أسرع. نشيد صحتنا سر سعادتنا. يا صاحي تمهل لا تعجل، إني موصيك فلا ترحل. صحتنا سر سعادتنا، بنظافتنا تصبح أفضل. وصحيح الجسم هو الأقوى، ونظيف الوجه هو الأجمل. فاحفظ أثوابك طاهرة، في الملعب كنت أو المحفل. صحتك كنز ذهبي، فاحفظه لكي تحيا أفضل. نشيد سهل، نبتدي نشرحه مع بعض. عنوان النشيد صحتنا سر سعادتنا. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني سر السعادة وان انت تعيش بسعادة وفرح هي حفاظك على صحتك، عشان تقدر تقوم بجميع انشطتك اليومية اللي بنقوم بيها كل يوم. يا صاحي تمهل لا تعجل، صاحن بمعنى صاحبي. يا صاحن اسلوب نداء، ينادي على صاحبه وصديقه، وبيطلب منه ان هو ايه؟ يتمهل، يعني يهدأ وينتظر. لا تعجل، لا تتسرع، من فضلك اهدأ وما تتسرعش، واسمعني واسمع مني النصيحة اللي عايز اوجهها لك. اني موصيك فلا ترحل. موسيقى بيعني ناصحك، انا عايز انصحك. فلا ترحل بمعنى لا تذهب. يا صاحن، هقولنا يا صاحن اسلوب نداء، صاحن فيها مد ألف أحسنتم، والحرف الممدود الصاد. تمهل بمعنى اهدأ. تمهل بيأمره من يفعل شيء معين، وهو أنه إيه؟ يهدأ، فعل أمر. لا تعجل، قلنا اسلوب ايه؟ اسلوب نهي. واسلوب النهي انا بطلب منك انك ما تفعلش شيء معين، بنهاك عن فعل شيء معين. بتكون من اداة النهي لا زائد الفعل المضارع تعجل، وتعجل بمعنى تتسرع. اني موسيقى، يعني ايه موسيقى؟ ناصحك. موسيقى همد مد ياء، سمعت صوت الياء والحرف الممدود الصاد. فلا ترحل، لا تذهب. هيوصي بإيه وهينصحه بإيه؟ صحتنا سر سعادتنا. استنى يا صديقي واسمعني، هنصحك. سر سعادتنا هي صحتنا. صحتنا مد بالألف أحسنتم، والحرف الممدود النون. سر جمع سر، أسرار. سعادتنا أحسنتم، أيضا مد بالألف، الحرف الممدود النون، وفي مد تاني سعاء، حرف الممدود العين. صحتنا هي سر السعادة في الحياة اللي احنا بنعيشها. بنظافتنا تصبح أفضل. طب خلاص انت نصحتني وقلتلي ان سر السعادة هي الصحة، طب ازاي احافظ على صحتي؟ بالنظافة، احافظ على نظافة جسمي وبدني وملبسي. بنظافتنا تصبح أفضل، بحفظنا على النظافة هنصبح أفضل وأحسن. بنظافتنا، البي حرف جر والنحو في الجر إيه؟
من إلى عن على في واللام والكاف والباء. نظا مد ألف الحرف الممدود الظاء، بنظافة نا أيضا مد ألف الحرف الممدود النون. تصبح، تصبح، ها تصبح، لسه بيصبح فعل مضارع أفضل بمعنى أحسن ومضادها أسوأ. وصحيح الجسم، صحيح الجسم يعني إيه صحيح؟ بمعنى سليم الجسم، الجسم سليم خالي من الأمراض. صحيح الجسم هو الأقوى، مين فينا هيبقى أقوى؟ اللي جسمه سليم خالي من الأمراض ومحافظ على صحته ونظافته. ونظيف الوجه هو الأجمل، نظيف الوجه هو اللي بيبقى دايما أجمل، لأنه هو بيهتم بغسل أسنانه وغسل وجهه ومحافظ على نظافته. صحيح، صحيح، سمع صوت إيه؟ إيه؟ مد ياء أحسنتم والحرف الممدود الحاء. الجسم، الجسم نطقت اللام ومكتوبة والحرف متحرك، إذن هي لام قمرية. وأي كلمة بدأ بقال هي اسم. هو، هو، هي، هما، ها ضمير غائب للمفرد المذكر. الأقوى لام قمرية، والكلمة آخرها إيه؟ ألف لينة، ومضاد الأقوى إيه؟ الأضعف. ونظيف الواو حرف من حروف العطف، أحسنتم. نظيف، نظيف، مد ياء الحرف الممدود الظاء. نظيف الوجه، جمع الوجه الوجوه أو أوجه، ها الوجه المكتوبة ومنطوقة والحرف اللي بعدها متحرك، إذا هي لام قمرية. ممتازين، هو الأجمل أيضا، أي لو أنا مغمضة عيني، أي كلمة بدأ بلام ألف إذا هي لام قمرية. ومضاد الأجمل إيه؟ الأقبح. فاحفظ، احفظ، ها فعل أمر أمرته إنه يحفظ إيه؟ أثوابك، أثوابك بمعنى ملابسك، ها فيها مد إيه؟ أثواب، مد ألف الحرف الممدود الواو، ومفرد الأثواب ثوب. طاهرة، احفظ أثوابك طاهرة، طاهرة بمعنى نظيفة وآخرها تنوين فتح، طاهرة وأيضا فيها مد إيه؟ طا، مد ألف الحرف الممدود الطاء، وأي كلمة آخرها تنوين هي اسم. في حرف من حروف الجر، وأحسنتم، مد ياء. الملعب، الملعب لام قمرية، نطقت الألو وكتبتها. كنت أو المحفل أيضا لام قمرية، لأني نطقتها وكتبتها والحرف ما بعدها متحرك. هو هنا بيأمره إن يحفظ أثوابه وملابسه طاهرة ونظيفة في أي مكان يروحه، سواء المكان ده كان الملعب، النادي، أو المحفل. إيه هو المحفل؟ مكان تجمع الناس، أي مكان بيكون فيه مجموعة من الناس ومتجمعين فيه بنسميه محفل. فأنا لازم أحافظ على ملابسي نظيفة وطاهرة في أي مكان أروحه، سواء كان ملعب، محفل، مدرسة، نادي، المنزل، في أي مكان لازم أكون دائما نظيف. صحتك كنز ذهبي، كلنا عارفين إن الكنز الشيء الثمين، أول ما هيجي في بالك تقولي الذهب والمجوهرات والمس، الحاجات اللي بنشوفها دي، لأ، الكنز الحقيقي يا ولاد هي صحتك، وإنك تحافظ عليها، وإن أنت يبقى جسمك خالي من الأمراض. صحتك كنز، نن تنوين بالضم، أحسنتم، وكما كنز كنوز. ذهبي أيضا تنوين بالضم. فاحفظه، هو آخرها هاء مربوطة، لكي تحيا، تحيا بمعنى تعيش، أفضل بمعنى أحسن. يبقى سر السعادة هي المحافظة على الصحة، وإن أنا أحافظ على صحتي من خلال اهتمامي بنظافة جسمي وملبسي. نبتدي نقرأ مع بعض بعض جداول المفردات والتقويم. ودلوقتي هنفتح مع بعض البوكلت المنزلي ونقرأ جداول المفردات. الكلمة ومرادفها: تعجل، تتسرع، موسيق، ناصح، تحيا، تعيش، كنز، شيء ثمين، صاح، صاحبي، تمهل، اهدأ، طاهرة، نظيفة، المحفل، مكان تجمع الناس. الكلمة ومضادها: سعادتنا، شقاؤنا، أفضل، أسوأ، طاهرة، قذرة، تمهل، تعجل،
صديق، عدو، الأقوى، الأضعف، المفرد والجمع، الجسم، الأجسام، الوجه، الوجوه أو الأوجه، سر، أسرار، صوت، أصوات. التقويم، ماذا طلب الشاعر من صاحبه؟ ها يا حلوين، طلب منه إيه؟ طلب منه ألا يرحل وأن يتمهل حتى ينصحه. بما نصح الشاعر صديقه؟ ها، نصحه بإيه؟ نصحه أن يحافظ على نظافة جسمه ويحافظ على صحته. ما هو سر السعادة في الحياة؟ الصحة هي سر السعادة. ممتازين. كيف تصبح أجسامنا قوية؟ تصبح أجسامنا قوية عندما نكون أصحاء الأجسام. يلا نقرأ نشيد تاني مرة مع بعض ونحفظه بشكل أسرع. نشيد: صحتنا سر سعادتنا، يا صاحي تمهل لا تعجل، إني موصيك فلا ترحل، صحتنا سر سعادتنا، بنظافتنا تصبح أفضل، وصحيح الجسم هو الأقوى، ونظيف الوجه هو الأجمل، فاحفظ أثوابك طاهرة، في الملعب كنت أو المحفل، صحتك كنز ذهبي فاحفظه لكي تحيا أفضل.